بيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. وفكره كده يوم الخميس ليله الجمعه حبيت اطرحها عليكم، ازاي تطلع من الدنيا بلا ذنوب؟ هو في حاجه اسمها كده؟ طبعا في حاجه اسمها كده، والطريق مش صعب، سهل، الوصفه سهله ومش مكلفه لا في الوقت ولا في الجهد، هي شويه تركيز وشويه حاجات 1 2 3 4 وتحافظ عليها. عارف يعني ايه تطلع من الدنيا من غير ذنوب؟ يعني نقي، يعني مش خايف، يعني امان. يا جماعه احنا هنعيش في الدنيا ايام قليله، والباقي هو رحلتنا الى الله، والباقي هو الجنه، والامنيه الكبيره ان ربنا يكتبنا من اهل الجنه. تخيل، تخيل تحمي نفسك يوم القيامه، تخيل تيجي في امان يوم القيامه. هو في احلى من كده في الدنيا؟ وكمان اللي انا بقوله لك ده مش معناه ان انت هتعيش عندك مشاكل وبقى وعيشتك معقده ومكلبش وكلاش ما بين الدنيا والاخره، ابدا ابدا ابدا. هي الحقيقه فعلا فعلا وصفه مصعبه، هي وصفه ممكنه. فانا مش جاي اعرض فكره خياليه، ممكن نطلع من الدنيا من غير ذنوب، ومش بعرض فكره مكلفه، لا، وقت محدود تقدر بوقت محدود بس بشوية تركيز، ولا بوصفة معقدة هتعمل حاجات معقدة جدا عشان تخرج من الدنيا وتحمي نفسك يوم القيامة. وكمان مضمونة. ليه مضمونة؟ لأنها بوعود ربانية وقرآنية. أنا مش جاي، أنا لا أستطيع أن أنا جاي أقول لكم يا جماعة أنا اللي عندي الطريقة بتاعت إزاي تخرج من الدنيا من غير ذنوب. لا يملك أحد أنه يدعي كده، ولا يملك أحد أنه يتألى على الله، ولا يملك أحد أنه هو يتصور، يبقى كلام غلط. بس أنا بقولك وعود قرآنية ووعود ربانية، كيف تخرج من الدنيا نقيا سليما بلا ذنوب أو بأقل ذنوب يعني، فتأتي يوم القيامة وأنت في أمان. دي فكرة النهاردة. إزاي بقى؟ حاجات بسيطة. واحد، ورد ذكر كل يوم استغفر الله. عارف يعني ايه؟ يعني انت بتنقي نفسك كل يوم، يعني انت نظيف كل يوم. يعني لو مت بالليل وطلعت عليك شمس بكره وانت مش من اهل الدنيا، مبروك، انت نقي، لان انت عندك ورد استغفار كل يوم محافظ عليه، ومش استغفار انك بغبغان، لا، استغفار استغفر الله، كانك باستيكه وبتمسح. طب ايه الوعد الرباني؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، كله يتمسح. اول ما بتبدا تستغفر كله يكون ممسوح، وكله يكون اتمسح. غفارة، اللي من لزم الاستغفار، خلاص انت لزمت الاستغفار. ليه ما تعملش الحكاية دي كل يوم؟ اعمل قد ايه؟ 100 مرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة، ده دليل تاني. 100 مرة يعني ايه؟ يعني 3 دقايق. ايه ده بس؟ 5 دقايق بالكتير. لا، 5 دقايق كتير، هي 3 دقايق. طب انا عايز اكتر من كده. أنا ساعات ببقى حاسس إن أنا عايز أخلي الورد الاستغفار 200 أو 300. المهم إنك وإنت بتستغفر إنت فعلاً بتنوي تعديل الخطأ. أنا كده مسحت تماماً، إنت كده مسحت تماماً. إيه رأيكم، صعبة ولا سهلة؟ والله العظيم سهلة. ورد استغفار كل يوم 100 مرة أو أكتر. 2، نية تقوى الله بنسبة 60%. تقوى الله يعني إيه؟ أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. مش 100%. فاتقوا الله ما استطعتم. يا سلام على التيسير القرآني. مين ده اللي يقدر يجيب 100%؟ ما استطعتم، حد الاستطاعة إيه؟ أن يغلب على يومك وإسبوعك وشهرك مطرح ما أمرك يلاقيك، ومطرح ما نهاك ما يلاقيكش، بنسبة 60%. المعاصي الكبيرة ما يلاقيكش، بر الوالدين يلاقيك، المحافظة على الصلوات يلاقيك. خلصنا. ما هي دي معالم التقوى الكبيره. في اخطاء بقى بتحصل في النص طبعا، لان احنا بشر، ما احنا قلنا بنستغفر 100 مره. الله، دي دايره متشبكه. دي الطريقه الثانيه، استغفار كل يوم 100 مرة، تقوى الله ما استطعت. تحط التقوى الله كده قدامك، والله تطلع حامي نفسك وتطلع في منتهى النقاوة، وتطلع 10 على 10. دي نمرة 2 في الخطة لتخرج من الدنيا نقيا، ليس عليك ذنوب وليس عليك خطيئة. طيب، لسه في حاجة تالتة. ايه هي؟ حسن الخلق ما استطعت. عامل الناس بأحلى ما عندك، طلع الحلو، الإحسان، حسن الخلق، الابتسامة، الطيبة، جبر الخواطر، أمانة، صدق، قدر المستطاع. وكل ما الناس شهدت لك والله أخلاقه حلوة، مبروك مبروك، هتطلع من القبر على الجنة على طول إن شاء الله، مشهد لك بحسن الخلق.
الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت جبت الكلام ده منين بقى ان انا احمي كده نفسي يوم القيامه؟ هو النبي اللي قال كده. اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق مع وجد الاستغفار. الثلاثيه دي هما ثلاثه. الثلاثيه دي نقول لك مبروك ان شاء الله باذن الله. لو انت محافظ على وجد الاستغفار كل يوم 100 مره 5 دقائق، لو انت كل يوم حريص على تقوى الله وفي عينيك اعمل الارم على التليفون بتاعك كل يوم الساعه 11 بالليل. انا ابني علي حكيت له الفكره دي من سنتين، ما زال كل يوم الاقي الالارم بتاعه بيضرب 11 بالليل. ما كنتش فاهم الاول، بقول له انت ظابط المنبه ليه 11 بالليل؟ قال لي لا ده الارم التقوى، عشان على طول في دماغي انا النهارده ادي نفسي كام نفس في التقوى. لا والله النهارده وحش، يبقى كتر الاستغفار شويه عشان ترجع للتقوى. ثلاثة، حسن الخلق. ايه رايكم في الوصفه الجميله دي؟ مين ينوي يحافظ على الثلاثيه الرائعه دي؟ الله يتقبل مني ومنكم، يفتح علي وعليكم. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم ارزقنا اخلاقا كاخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا امين واحموا نفسكم يوم القيامه واطمئنوا في الدنيا وما تخافوش بعد كده ابدا لو حافظتوا على الثلاثيه دي، ثلاثيه الامان يوم القيامه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.